وحياة النبي محمد كل دعمنا بصلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلالات جايب لك إيطالي بنزل لك كل يوم بجديد، جايب لك مزرعة كاملة متكاملة، والعرض بتاع النهاردة عرض سرولات بأقل الأسعار، جايب لك سوق كامل متكامل، وكله من قلبه ذرة حب للنبي يدعمني بصلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله، السلعة المحترمة والسلالة مفيش أحسن من كده. تيجي عند الحاج أبو الحاج هنا بيور جاموس، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب يا رب، اللهم صل على سيدنا النبي. جايب لك 8 دبابات، اللهم صل على سيدنا النبي. جايب لك 8 دبابات ايطالي بيور، تمام، دعمني بصلاة سيدنا رسول الله. هقدم لك جمسي، هقدم لك بابري، دعمني بصلاة النبي محمد. العرض بتاع النهارده يا عم عبده مش هيتكرر مرتين. بدون يا معلم سلام؟ مش هيتكرر مرتين. طب العجب العرض يا حاج سلام؟ سلام موجود. ايوه. موجود. ايه واحدة بس. بجري موجود. الكمية مفتوحة عند العراقي. ايه؟ الكمية مفتوحة من العراقي. اللهم صل على سيدنا النبي. طالب كمية مفتوحة. هي واحدة بس دي ولا ايه؟ لا معايا خمسة. معايا خمسة طالع عراقي. خمسة يا عم، أربعة ولا خمسة؟ خمسة يا ريس. يكبر بقى ان عبده وادعمني لصلاة النبي محمد. ذكرين وانتيتين. هنا تصلي على الزين. صلى الله عليه وسلم. يا حاج سالم، هي دي الساعة المحترمة بتاعت الحاج سالم. عايز تحاسب السلالة؟ تيجي عند الحاج سالم. هنا مصدر الجملة يا حاج عبده. ايه؟ قلت لك مصدر الجملة. مصدر؟ ومزرعة الحاج أحمد أبو الحاج ما بتزعلش حد. تمام. ومعانا ضيوف من أسيوط من عرب مطرية معلم. كل تعظيم سلام من جمهورية مصر العربية لأهل أسيوط والناس المحترمين، الناس شيوخ العرب يا عم عبده، وكله من قلبه ذرة حب للنبي من بتاع أسيوط يشير هذا الفيديو. جاي لك سلام يا حاج سالم من جنة. الناس دي أحسن ناس وما شاء الله يعني الخير عندهم، وربنا يدوم الخير وما شاء الله أسعار بصراحة فوق الخيال. يعني أنا معلم شايف زعلك في حي يا عم ولا؟ لا يا عم يا عم، انت عرستها من فوق يا عم. ايه؟ ناس زي العسل يا عم، انت عرستنا يا عم، ناسكو يا عم، انت عرستنا، كل الناس دي عرستنا. عبد الرايل دي كان حايش مني 5 عيول بجري، تمام، وبعت 5000 عربون يا صاحبي، تمام تمام. ودي اخد بهايمه النهارده بعد 3 ايام، واللي سمعوا وسيبوا الكاميرا هو يا معلم اللي دفعوا بمنارة الله يا عم. قول رقم التليفون. رقم تليفوني 010 010 14 88 45 22. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسيوط والناس المحترمة. معاك كم عرض النهاردة؟ معايا النهاردة 12 عرض في عرض واحد. 12 عرض، عشرينيات عشرات، خير الكلام مكلة ودل، تمام. هقدم لك ايه دبابات ايطالي. خش في عرض بره يكبد جاموس. خليك في العرض اللي بره وهنبدا من اللي جوه ونعلمين بقى وكل حتى يعني. انت نفسك فيه موجود؟ ايطالي موجود؟ عراقي موجود؟ ما شاء الله تبارك الله. شاركوا بس رجاله، عايزين بس نلف العالم كله ونصيب في حاجه ان شاء الله ياخدها، يعني من اعمار صغيره من اعمار كبيره. من انت نفسك فيه كل حاجه موجوده، ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب يا رب. صلى على الزين. صلى الله عليه. بتاعنا بكره مرتين. اضرب السر حق سالم. 10 دقائق حق عبدهم. 10 دقائق رجاله. نوفي تمام. نسيب العرض يا عم عبده، واقدر ابعته له لغايه باب بيته. تمام. تحول فلوسه وعدك باين. اللهم صل على سيدنا النبي. اتفضل يا عم عبده. تمام. 10 دقائق بما يرضي الله. 10 دقائق. وال10 مجنسين. ال10؟ 10 دقائق بما يرضي الله. اللهم صل على سيدنا النبي. عايزهم يا عم عبده من رزقه. عجل صغير رجاله اهو. قلنا تحت العجل رجاله اهو، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا النبي. قول لي السلام عليكم يا حاج سالم. الله صلى الله عليه وسلم. 10 دكوره منوفي. تمام. مش هقول لك 165. ايوه. ولا 150، بس دوس وانا دوس وصف النفوس وقول مع السلامه يا فلوس. دوس وانا دوس عشان اديك جاموس وصف النفوس، وبقدم لك المنوفي والبلدي. المنوفي؟ والبلد ب 142 يا عم. عندك شحن بيروت؟ عندي شحن اي مكان. عندك شحن اسيوط؟ ده؟ يحاول ابعت لك. تمام. عايز تبعت عربون؟ احجز مركب.
ودي ده ما عندوش اي مشكله. تمام على كلامك مظبوط. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تخيب عم خلق عم العجل. سيبه عم سيبه. رقم واحد يا عم عبد رقم ستة. تمام. سبعة بعد ما تصلي على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. ثمانية بعد ما تزين النبي صلى. صلى الله عليه وسلم. تسعة يا عم عبد قول قديمة. قديمة حق السنة ما شاء الله. طبعا. كلا يا معلم ورقم عشرة بعد ما تصلي على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. الاكل والشرب. كم حق يصير صبح ده بكام؟ 10 بكام؟ بكام؟ ب 142 وعشان خاطر الناس المحترمه ايوه دعمني صلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعمني بلايك وشير مش هديها رقم وما عنديش 142 ولا 140 لا 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 الهندي عرضنا بكام؟ بكام؟ ب 136 ألف جنيه بكام؟ 136 136 ونطلب العرض اقول لك حاجه مش معلم سالم وحياة النبي محمد لا تصلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم بكام؟ 136 ألف قبلهم 13600 ونطلب العرض العرض يبعت عربون احجزه بقى يا معلم تمام تمام معلم سالم انك تصلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم عندك اربع عندك وسلم الشرب اوكي معمر كم حق يسام هنا؟ معمر من شهر ونص ثلاث شهور من شهر ونص ثلاث شهور تمام صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان ايوه وسيب العبد الاخر لاخر الناس لف في اي مكان الحق سالم اخر الناس تمام ولدي يا عم عبده قديمه قديمه حق يسام ما شاء الله تبارك اربع عناتي اعمار ثلاث شهور اعمار ثلاث شهور تمام البيانات ده رقم يا عم عبده والله لو في اجدد 250 جنيه تمام بس عند ابو الحاج ما عندوش 100 وما عندوش 95 تمام البيان دي يا عم عبده بكام؟ بكام؟ ب 86000 جنيه اربع دول بكام؟ ب 86000 طب الناس بتحبك وبتتابعك الناس بتعاملني بفضل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم عارف الدرجه حق عبده ايوه ب 84000 جنيه يا ريس ب 4 80 وانا عايز العرض انا تحت امرك والرقم التليفون رقم تليفون 010 010 14 88 45 22 22 84000 وانت بتقول له يا عم عبده الاكل والشرب الاكل والشرب بياكل اللي عايز من اربعه منهم عجله بيعده حاج سالم العرض مش زي بقى في كبير وفي صغير طب الناس بتحبك 84 يا عم سالم الناس بتحبك بتتابعك الناس اللي بتعاملني صلاه سيدنا رسول الله ايوه بتعاملني بلايك وشير ربنا في الله واللي على قديمه ربك قديمه هنسيب يا عم عبد النهارده 2000 ايوه يجيبوا 82000 هنا بالحجز رقم التليفون حق سالم اللي عايزني يحجز رقم التليفون رقم تليفوني 010 010 14 88 45 22 شنشور اشمون جريس اشمون الدنيا بحالها على دماغي من فوق حلو يا معلم سالم يعني نص انت بتدفع يا رجاله 20500 وان عجبك العرض اعمل له اعجاب عبد الارض مش زي بعض تمام اللي عايز ينجي منهم السعر بيختلف اللي عايز ينجي منهم السعر بيختلف اللهم صل على سيدنا النبي ما شاء الله تبارك الله اللي عايز ينقي في سعر بيختلف في عجله بتزيد معانا عجله بتزيد يا معلم تمام معلم سالم خش عرض يا معلم سالم صلى الله عليه وسلم صلى على صلى الله عليه وسلم بتوحد الله تمام العرض بتاعي مش هيبقى ساعتين تمام معلم بسعر ببلاش اللهم صل قول يا حاج عبده ست كرة ست كرة تمام اعمار خمس شهور يا معلم خمس شهور تمام اتحاد شاسيه فراون من بليار في هولستاين يا عم عبده تمام دول ست كرة اللي عايزه من صهيج ماشي اللي عايزه من رصيد ماشي تمام معلم سالم حول لي فلوس وابعتهم وماشي تمام يبعت عربون احجزهم له ماشي تمام ماشي يا عم سالم صلى على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم يا حاج سالم قول يا معلم بس عايز بتقول ايه صلى الله عليه وسلم دول ست الكورة تمام الناس ده معاك ناس محترمه والله حيا معلم سالم والله الناس ناس محترمه حيا معلم سالم حاج سالم جايتنا عندك هنا في البيت غير اي حاجه احنا جايين احسن مغامره سيبك من البهايم احنا جايين نتعرف على دماغنا مع الدنيا كلها حبيبي معلم عدي حبيبي معلم عدي بص وجوم على اسمهم معلم عبده حبيبي معلم سالم السبح معروف والحلو معروف خش معلم سالم في العرض تمام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرة يا عم عبده نمبر 1 تمام رقم 3 بعد ما تصلي على سيدنا جاري الجد بعد ما تصلي على الزيت صلى الله عليه وسلم عندي يا عم عبده رزق المشترك فقط طب انا طالب العرض حق سالم ابعتهم له اي مكان يحوش بس وابعتهم له يبعت عربون احجزهم له جالك سلام يا حاج سالم جالك سلام من السعوديه والارض الامارات الناس كلها مع دماغنا يا حاج سالم واخواتنا المغتربين ربنا يوم سلمين خلمين لاهلهم كم حاج سالم سبح حضرتك كام؟ عندي اللي متوسط كهرباء بدل من 28
ولا عندي حق عبد انه عن واحد ولا حاجه 27. كم حق سالم؟ عندي برد الله متوسط اليوم 24200. 24000 و200 ايه ده يا معلم سالم؟ ضرب عندك 6 في 24 و200. الضغط بتاعهم 24200. ونطبع عرض حق سالم؟ ورقم التليفون؟ رقم تليفون 010 010 14 88 45 22. كله من قلبي ثابت حب للنبي فوق دعمني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندي بلايك لهذا الفتن. وحد الله. لا اله الا الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خش حق سالم. ما شاء الله تبارك الله يا جماعه كده بالله عليك. بالله عشان المرض الطيب ده كله بتاع الحاج سالم. والناس دعمنا بصلاة النبي محمد. والدكر بتاعهم؟ الدكر بتاعهم عمار 5 شهور بهام مجلسه، الهند النهارده عامله عليهم عرض عالمي. ايوه. وكل عيد ناقص على المحضر واللي فات واللي فات. تمام يا معلم، خش معلم معلم. قدم بص يا جماعه كده. قول يا معلم بس عايز بس انت حاجه. نقول واحد ووحد الواحد. اللهم صل على سيدنا. عرض الفواكه. عرض؟ يعني طلع فلوسك من تحت البلاط يا عم خير. دلع حاج سالم؟ طلع فلوسك من تحت البلاط. طلع فلوسك من تحت البلاط الباقي كله بتزيد. يا عم عم سالم راجل عم اشرف ضارب لك سلام من السعوديه على دماغك. اقول لك احلى ناس معلم سالم الحاج. السعوديه على راسنا والدول الاوروبيه وقطر وافريقيا واخواتنا المجتمع بينهم في جامعة. بحيك حاج سالم والله العظيم. الهند دي رزق المشرف بفضل الله. رجال عجلات ايه؟ عجلات رجاله؟ فما يرضي الله اللي ياخد من العرض ده من رز المشتري. ملحوظ يا رجاله سيدي المشاهدين منع البث. الناس اللي بتتابعنا يا رجاله اللي ياخدوا العرض ده اقسم بالله العظيم ربنا يكرمه اخر السنه يا رب ايه عجلات سلاير. بيور. تمام. هو يا رجاله. عناتي ايطالي وذكر بيور. تمام معلم سالم. رجلي عامله ازاي يا عم عبدو؟ تلاقي في الشبر. تمام. وبعدين ما بين البز العجله والبز. ايوه. يبرك الجمل ويفز. ما بين العجله الايطالي والبلدي يبرك الجمل. وبالعجل ومالجر ومن البز يبرك الجمل والفز. بحيك حق السمع الله على السمع الحلو والله بحيك يا معلم. حلو بفلوس والشم بفلوس. تمام. بس دوس وانا دوس وعايزه تصفي النفوس. تمام. ومع السلامه يا فلوس. حبيبي معلم سالم. تمام. لسه حق سالم لسه 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 خير ربنا يا انا لسه لسه رجاله. صلي على النبي. لسه يا راجل مفاجئ اكبر. تعالى يا راجل اربع اقول اراي هقدم لك مزرعه كامله متكامله. تمام حاج سالم. رقم 4 يا عم عبد الدبابه. رقم 4 رجاله عجل ايه؟ فتح العرض انت الخسران. تمام معلم سالم ما شاء الله تبارك الله. رقم 5 يا عم عبد ايه؟ رقم 5 رجاله اللون بتاع العجله. اللهم صل على سيدنا النبي. طالي. اللهم صل على سيدنا النبي. يو. تمام. رقم 6 يا عم عبد. تمام. يا عاجل. اه حاج سالم قول لي بس يا معلم سالم. رقم 6 دبابه. رقم 6؟ تفك حاجه يا عم عبد العجلات. رجاله عايزين لك اتحلى معلم سيدنا رجاله. العرض اللي طالع ده؟ ايوه. الخسران. والبهايم كل يوم في الزياده. كل يوم؟ ورقم كام؟ تمام. رقم 7 بعد ما تصلي على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. عبد تجليس من علي جوي. 8؟ 8. تمام. يبقوا 7 وذكر. تمام علي سالم. ولا تعمل عرض حق سالم عندك على الليف؟ ابعتوا اي مكان. حالا دلوقتي على الليف؟ صلى الله عليه وسلم. عرض يا عم عبد. تليفون؟ العرض بما يرضي الله. متوسع اجلتكم بدله في المحجر عامله 35 في المحجر اجلتكم الواحده. حاج سالم حاج سالم حاج سالم قبل ما تقول السعر قبل ما تقول السعر الحجز على اتصال ورقم التليفون. رقم تليفون 010 010 14 88 45 22. عجبك العرض ده احجز ابعت عرضه. كم حاج سالم سامح محترم 8 دول التواصل اجلت في المزرعة مع عبد الوطالي دول عامله 35. انت ربنا معلم كده معلم سالم. بس انت انا بمرض الله هقدم لك الثمانية دول متواصل اجلت بدل من 35 ولا ب 34 ولا ب 30 ولا ب 29 ولا ب 28 هقدم لك الثمانية بكام؟ بكام؟ متواصل اجلتهم 20500. وده يا معلم سالم. 20500. كم؟ 20500. وده يا معلم سالم. طالب يور. 7 نوت. وذكر. ونطلب العرض. انا تحت امرك. ايه ده يا معلم سالم؟ على 20500. 20500. قول رقم التليفون فورا. 164000. 100؟ 164. عايز رقم منهم؟ اللي عايز عجل هبيعه. تمام. اثنين هبيع له.
بس فاتك العرض انت خسران جديد. دولك على السلام. فاتك العرض ليه؟ والله انت خسران. كم؟ بقدم لك سعر لف اي مكان، لف المزارع، لف اي مكان، وخلي حد يشوفك الجاي. 20,000؟ انت هنا مصدر الفوم. كم الدقم ده يا دكر؟ 7 عناتي وعليهم دكر ب 164,000. اقول لك حاجه يا معلم سالم. وانا تحت امر الجماهير. ايه؟ يا معلم سالم، معلم معلم سالم، معلم سالم. والله انا بحييك على الصاله المحترمه، انا بحييك ان انت راجل محترم، واقسم بالله العظيم اي حد يخش مزاد حاجه ولا رجاله هيجي بالو خاطر. اي حد ما يساعدش حد ب 164,000 وربنا يمسحه من فيها. الخبطه الثانيه عقد مع بقى ناس. ايه؟ معايا بقى مفاجاه للعالم بحاله. مفاجاه؟ 17 ذكر. ايوه. وانتاي 17 ذكر وانتاي. 17 ذكر وانتاي. لسه رجاله برضه معانا عقول طالي، لسه رجاله برضه لسه. ومعايا في عراقي. معايا برضو؟ معايا صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أعمار 4 شهور. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. ونطلب العرض يا حاج سالم. أنا تحت أمرك. 18 حتة. 18 حتة. تمام. وفاتك العرض أنت الخسران كتير. يا معلم سالم. 18 دبابة يا عم عبد. 18 دبابة. اللهم صل على سيدنا النبي. أورك رقم 3 4 10. اللهم صل على سيدنا النبي. العجل يا رجاله، العجل هو دي العجل بتاع الحاج سالم. ربنا يبارك يا مشتري. 18 حته اللي عايزه ما يبيعهمش. تمام. اللي عايز عجل هيبيعله. قول يا حاج عبد طب نسمع على الاول. ايه يا رجاله رقم معانا 7 بعد كل دعمنا بصدق انه محمد. ربنا يبارك. اه يا رجاله اللهم صل على سيدنا النبي. عجل مكعب. عجل مجنس يا رجاله، عجل سمتال بيقول. اه يا رجاله صلي على الزين صلى الله عليه وسلم. امريكا 18 دبابه. 18 دبابه. 18 رزق المستهلك. ال 18 فرج عجل يا عم عبد. هنفرجوا عجل عجل عشان بندي يا عم عبد تروح اسوان، تروح اي مكان. يا رجاله دي النتايه، دي النتايه بتاعت العجله، دي النتايه. النتايه يا رجاله. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله تبارك الله. يدعمنا كده بصدق ان محمد جاي رجاله. ورزق المشتري واللي عايزهم من رزق. تمام. وهنا تصلي على الزين صلى الله عليه وسلم. صوفي. تمام. وانفتح العرض انت الخسران. اللهم صل على سيدنا. ما تلعبوش عاري. ما فيش حد رجال دي بعد اسبوع يقول لك العرض فين انت الحاج سالم. لا. هنا بالحجز. بالحجز يا رجال على الاتصال. تمام. ربنا يبارك بس وهسيبه. سيبه سيبه سيبه. صلى على الزين. صلى الله عليه وسلم. هو عايز يقعد كبر يا رجاله. سيبه 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 على الحاج سالم. هو بالدلع لوحده. ايوه يا رجاله اهو. عجل اهو وش السمع مصر. اللهم صل على سيدنا النبي. رقم كام؟ رقم كام؟ 16. 17 يا عم عبده اهو. تمام. تمام. اللهم صل. سيب حاجة 16 يا عم عبده اهو. رجاله بنرد الله صلى الله عليه وسلم. كم حاج سالم؟ دي يا عم عبد فولجة. البهام دي بنرد الله يا عم عبد متوسع جنتهم اللي ياخدهم الرزق. تمام. اللي عايز منهم عجل هبيع له التين، هبيع له عرض مش زي في كبير. في صغير هقدم لك ال 18 من مصدر الجمله متوسع جبتهم بدل من 21 ولا ب 20. بضرب لك يا عم عبد ال 18 دول متوسع جبتهم بعد ما كله دعمني بصلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعمني بضيف بدل من 20 بقدم لك ال 18 متوسع جبتهم من واحده 15,500. كم؟ 15,500. ودي يا معلم سالم 15,500 رجالة بما يرضي الله بما يرضي الله. هنا مصدر جملة. يعني فاتك أي عرض من العروض دي بما يرضي الله يكون أنت خسران كتير كتير كتير. وربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب يا رب. واللي عايزهم رزق رقم التليفون فورا. اللي عايزهم يحجزهم على 15,500 رقم تليفون 010-14-88 45-22 صلى على رسول الله. صلى الله عليه. لسه رجاله برضو تقول يا رجاله لسه رجاله برضو معانا. ايه مفاجات معانا على البث المباشر. خليك مع حاج سالم. خليك هنا حاج سالم. خليك في العراقي. ايه؟ خليك يا رجاله. الكود يا حاج سالم بنس عليك. الناس كلها عرسنا من فوق. اي حد بيشاهدنا كل الناس عرسنا من فوق. جايب لك عراق البيور يا حاج سالم. رجاله ايه هي إيه دي الصوره بتاع الحاج سالم. راجي جايب لك ذكرين وانتيتين. تمام.
دكرين وانتيتين. جايب لك سلالات. اللهم صل على دكرين عراقي وانتيتين عراقي. تمام. وهنا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. يا رجاله اهو. دي الدكر رجاله اهو. طب ما دي دكر رجاله اهو. والدكر الثاني يا عم عبده اهو. والدكر الثاني اهو. تمام. والنتيجه رجاله. والنتيجه الثالثه يا باشا. والنتيجه الثانيه رجاله. السماعه رجاله بفلوس. السماعه بفلوس. انت اتنين رجاله هما. ودكرين كبشه عراقي. كبشه؟ عراقي. الاربعه دول بكام يا حاج سالم؟ الاربعه دول متوسع جبته بال معيتهم الاربعه عامله 50,000 الواحده. ايوه. ما عندناش الكلام ده. الاربعه مش بتمشي على المجيب السر المحجر. هقدم لك الواد عم عبده متوسع جلدته بدري من 35,000 هقدم لك الواد عم عبده. كما لا اله الا الله. وحد اللي كان مره. لا اله الا الله. دعمنا بريك. دعمنا بفضل النبي محمد. هقدم لك يا حاج عبده الاربعه دول متوسع جلدته بدري من 35 هقدم لك اربعه ب 100. الاربعه؟ الاربعه ب 100 وسعر نهائي. سعر؟ نهائي بيور عراق بيور. الأربعة ب100,000 تكرم وانتيتين. بعد انتيتين؟ ما انتوش مفيش حقيقي، السعر حقيقي. سعر حقيقي أربعة ب100. هتحسن عندك أكبر سلالة في جمهورية مصر العربية. هيبقى عندك الذكر وعندك النتايج. وده معلم سالم. فوق. على كام يعني؟ ادفع عاملة 25,000. خمسة؟ اللي عايز انت يا أبو عمله بص يا عبد أنت يا باشا. رجالة إيه؟ دي أنت إيه؟ عادي يا رجالة إيه؟ وانت بتاعتهم التاني يا رجاله. سلالات. رجاله مرضي الله؟ مرضي الله العمارة حق سالم؟ العمارة 4 شهور. 4 شهور رجاله. أقول عراقي. تمام. ورزق الساعة مع عبد. بص أربعة عاملين إزاي أنا؟ قول لي يا عم عبد دكرين البيور دول. دول دكرين بيور رجاله. أربعة ب100 وأول 2000 جنيه من رزقه. تمام معلم سالم. أربعة ب100. تمام. والله في المحضر دول 200,000. بس النهاردة عندي المشروع نسأل على الله. بخصم 100 ب100. كم؟ بخصم 100 ب100. تخصم 100؟ يكفوا ب100. يبقى على كام؟ 200 بره في المزرعة في المحجر. بس أنا بخصم 100. تمام. لمشاهديني، لمحبيني، على جميع الجروبات. اللهم صل على أربعة ب100 بيور. يا حاج سامي قول لي رقم التليفون. رقم تليفوني 010 010 14 88 45 22. وبقول لك يا تلحق يا ما تلحقش. عنوانك؟ المنوفيه جوسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج احمد ابو الحاج بسعر الجمله. رجاله بمرض الله؟ بمرض الله. انفتح العرض ده؟ سامع دي حاجه ممكن تحكي رجاله يبقى عندك ابو اخر السنه بما يرضي الله. عقول يا رجاله مجنسه وانفتح العرض بما يرضي الله يكون انت خسران كتير كتير كتير. وربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب يا رب. تابعونا كده يا رجاله على لايكات والشير ودعمونا كده بصدر. والله هو اللي يعمل لايك لوحده. هيعمل لايك؟ لوحده. قول لي عنوانك. الناس دي ناس محترمه يا بس يا معلم. الناس دي على دماغنا من فوق، الناس دي محترمه فلازم تشجعنا في صلاه النبي محمد، شجعنا بلايك وش كده يا عم عبد. خش في عرض انا، يا معلم سامي انا جايب خشوا لكم هنا. خشوا لكم هنا. اكبر مزرعه في المنوفيه. لسه لسه برضه لسه 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 معايا 120 عرامه في المهندس. لسه لسه يا رجاله ربنا كتير. دول يا عم عبده كام حته بابا؟ بكام حته؟ صلي على الزين. صلى الله عليه وسلم. صلي على الزين. 3 نواتي ودكرين. 3 نواتي ودكرين. ودكرين وخمسه بقى ايه؟ تلقيح ايطالي في بلدي. تلقيح ايطالي في بلدي يا رجاله. عايز الخمسه يا ابو عمر. لا عايز الخمسه؟ ابو عمر. تمام. وانا تصلي على النبي تكسب. صلى الله عليه وسلم. خمسه عاملين كام يا عم عبد؟ بعد كل ده عاملين مصاد امام. عمرهم 4 شهور. تمام. بقول لك الخمسه عاملين 100,000. تمام. ولا عندي 95 الناس دعمني اشتراك ست مرصود عامل ضيق فبهدلني الخمسه كام؟ ب 75% يا عم عبد. بكام؟ ب 75,000. ودي يا معلم سالم. ب 75,000 جنيه. الخمسة؟ الخمسة ب 75,000 كده يا عم عبد. طب انا صاحبك بتحب العب بقى كسبت معاك. الناس بتدعمني بلايف. ايوه. وتعاملني بصلاة النبي محمد. ايوه. ب 72,500. ب 72,000؟ 500. انا عايز العرض حق سالم. تحت امر جميل. تمام. ابعتهم له اي مكان. تبعت ابعت لك بقايمة. بتحجز تبعت عربون تاخد بقايمة. غير كده لا، لو جيت انظر زد هنا مصدر الجملة وعندك سماعات ومسلوب
ماخدين بهايم ونزع راسنا من فوق، بعت عربون يخلوا يمنا، واللي السمع ولا دين، ولا في مصدر ولا في الاحمر ولا في الاسعار، اللي تسمعوا هو الدفاع. حبيبي حق سالم والله ثلاث دكور يا عم عبد نمبر 1 ثلاث دكور الاحمر 10 شهور وسنه 10 شهور وسنه تمام تمام علي بزاله كانت عليك يا عم عبد بقى بكام؟ بقول لك دلوقتي عم 41 زي من الارض تمام دول عاملين 120 حرام حرام تمام تشرب هنا فوق تمام هقدم لك الثلاث دكور دول النمبر 1 ايوه للساده المشاهدين للناس المحترمين يا عم عبده ايوه ما عنديش 115 من عندك كام؟ ولا عندي 110 مالك يا حاج سالم؟ ولا عندي 105 تمام هنا مصدر الجمله بكام؟ بكام؟ عاملين 99000 جنيه كم؟ 99 عجلهم 33000 جنيه يا ريس ثلاثة؟ ودي يا معلم سالم 33 رقم التليفون رقم التليفون 010 14 88 45 22 4 خش في واحده يا معلم سالم دول رجاله برضه دول يعني انت نفسك فيه موجود تمام اول نتاع رجاله ايه؟ تمام ودي عده شيرسي تمام اللهم صل على سيدنا تمام علي بص ليه؟ شاروا ليه؟ مغرفه رجاله عجله مغلوفه شاروا ليه؟ تمام واللي ياخد العرض ده يا عم عمر من رزق المشتري تمام معلم سالم كام؟ عمره 10 شهور البنات دي يا عم الساعه اللي جبته النهارده في المزرعه عامله 40 و45 بقدم لك اشتري في حد هول ب 90000 جنيه كم؟ كم؟ ب 90000 على كم يعني؟ جبته عامله 30 العمر 10 شهور كم حق سيما انت قلت؟ ب 90000 تمام وعشان خاطر البنات بتصلي على النبي محمد انا سايب 1000 جنيه سايب 1000 للمواصلات بتاعت يا عم عبد نسأل على الله اللي عايز تاكل عيش ب 89000 جنيه باشا قول له عنوانك يا حاج سامر رقم التليفون وسنا قريه عرب ابو زكر مزرعه العلام الحاج لسه يا رجاله لسه رجاله برضه معانا مفاجات خارج مع البث المباشر يعني انت طول ما انت مع الحاج سالم والله ما تقدر تغمض عينك لسه رجاله برضه معانا لسه ومعايا بلدي ومعايا لسه برضه في عراقي لسه ومعايا طالي ومعايا جامس ومعايا بجري ومعايا صلاة النبي محمد لسه رجاله برضه لسه رجاله بيجيب كميات وبقص متخفف الاسعار للناس كلها عم عبد بتيجي ناخد الدنيا عشان تاكل عيش تمام فهمني مش حاول فلوس برضه على انا من فوق حبيبي يا معلم سالم حبيبي يا عزيزين بقى صلى الله عليه وسلم 10 دبابات حاج سام دول كام حته؟ 9 يا عم عبد 9 تمام 9 ايطالي 9 رجاله ايطالي هم 4 علاتي تمام وخمس ديكور ايطالي اربع يعني حاج كم نقرا من ده؟ خمس انات يا عم عبدو اربع ديكور خمس اناتي واربع ديكور بهم بص في جنسين واربع ديكور رجاله صلاه النبي محمد عايز تسعه بعم بس عايز تبص رجاله عجله تاني اقول من جنسها رجاله عجلات صغيره من هنا بس عقول فاتحه عقول عظام ربنا يبارك اه رجاله ياخد العرض يا عم عبدو من رزقه اللي ياخد العرض عايز الفيلا دي حس زعل ابو السعيد رزق تمام تمام يا معلم سواء رجاله بعد كره وخمس انا دي يا عم عبد اللهم صل على سيدنا النبي ها يا رجاله اقول ما يرضي الله سلعه محترمه انك تصلي على النبي تكسب صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تبارك الله البهام دي يا عم عبد اللي عايزهم رزقه شاط نار البهام دي رزق المشتري النهارده شاط نار حق سيدي بعد اذنك عارف عاملين كام؟ معلش يا عم عبد استحملنا عودنا طويلة ومعانا عروض كبيرة وربنا يستره على الناس كلها والله شوف بقى يا رجالة بعد اذنك يا رجالة حق سالم ربنا يا سيدي ادوا لايكات على معانا السكة يا رجالة ادوا لايكات عشان لدنا الساعة طويلة عروض يا رجالة معانا بمرض الله لسه يا عم عروض ببلاش لسه كتير تكسب قليل تكسب جمهورية مصر العربية ولا العجب أي عرض عندك توصيل عندي توصيل يا رجل يا معلم سالم خد اشرب الماء حق سالم اشرب الماء حق سالم ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب يا رب تعملنا كده بصلاة النبي محمد وبالشير وباللايك يا حق سالم شفتك برضه مع ريس شربت يا عم عبد كم هتدوس على حق سالم؟ يا رسول الله البهام دي بيرضي الله عم عبده ما تعوش جيت من 21 ولا جيت النهارده عامله 20 ايوه بديك مصدر الجمله اجلدتهم في تكارهم اربع دكور وخمس اناتي عجلتهم كام؟ ب 17500 جنيه يا ريس كام؟ 17500 معلم سي كام دولت؟ 17500 يا مدير 17000 و500 جنيه يا عم ونطبع العرض حق سالم طبعا
الجيزة؟ الجيزة على دماغنا من فوق، البطرشين، الدنيا اتحرقت. اي حد نورنا هنا على راسنا ونعجبك عرض هنا بالحجز يا عم عبده بكام؟ بكام؟ بتوسع جلدتهم 17500. 17000؟ العرض عامل كام؟ 157500. 157000؟ 509 طلب يور. خمس كام نتاقم دكر؟ خمس اناتي واربع دكر. وفاتك العرض ليه؟ هتكون خسران كتير. حاج سالم ابيحيك والله على السلامة محترم. والله احييك يا حاج سالم، احييك احييك والله من قلبي. انت راجل محترم. واقول لك الحاجة رجالة بمرض الله. اللي تشتري النهارده ما لقيتش يجيبه بكره. ولسه رجاله. طلع فلوسك من تحت البلاطه يا معلم. طلع فلوسك من تحت البلاطه يا عم خيري. فلوس للوقت ملهاش قيمه. تمام. هنا تصلي على السن والعرض بتاعنا ما بيتكررش مرتين. تمام على السن. والله يا ابني بحييك على السنه المحترمه. خليكم بس على بس ماشي رجاله، لسه رجاله لسه. وفيات معانا كتير، تمام. العاشر رمضان. ايه؟ العاشر من رمضان يا حاج سيد مس عليك. اي حد بيشاهدني ومس عليا يا عم عبده جسمته على راسنا من فوق. العاشر من رمضان بيصب على راسنا من فوق. دعمني بلايك، دعمني بفضل محمد. لسه رجاله برضه معانا. خمس تفاحات امريكاني، تمام. خمس تفاحات اعمار خمس شهور. اعمار خمس شهور، تمام. يا عم عبده اللهم صل على سيدنا النبي. خمس تفاحات. انا عايز احس يقول ايه؟ مش عايز رفيعه، لا. ربنا يبارك. يعني النهارده بقى مغري واللي ياخدوا خمسه يا عم عبده من رزقه. اي ادوس لك يا حاج سالم؟ والله لا من لك من خيره. ايه ده يا حاج سالم؟ سمنتال بيقول الرجاله عيد عجلات. عجلات ورشطيه اقول لك لا سمنتال بس يعمل جاموس. ما يرضي الله دي عجلات يا رجاله. اتعمر بيوتك ما يرضي الله. تاسس تبني. تاسس؟ تبني. تمام. لا مبروك ما اشتريت مش الله يعوض عليك. تمام علي سالم. مبروك ما اشتريت مش الله يعوض عليك. تمام علي سالم. والخمسه مجنسين يا عم عبد. خمسه؟ مجنسين. بورسعيد بتصب عليك؟ بورسعيد على دماغنا وكفر الحمام وكفر البطيخ وكفر الشعر وكفر الاجتماع على دماغنا من فوق. كفر الشيخ. كفر الشيخ؟ على دماغنا الغربيه كلها. الناس دي ناس محترمه والناس دي على الفرن بقى يا عم عبد كل دعمني بفضل الله محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده يا عم عبد خمسه دول بخام الخمسه دول. شو لك النهارده؟ بص الخمسه متغمر بتصب عليك على الثاني متغمر على دماغه شنتين وليله وجميس عمر والدنيا بحالها حرس. كم حاجه يصير الخمسه دول؟ الخمسه يا عم عبد بيرد اللي متوسط جبتهم بدل من 25 انا عامل لك عليهم عرض عالمي 5 ب 150 سعر ناي؟ سعر ناي 21 يعني جبتهم؟ دي 21 بولت يا عم عبد البولتي. وقبل ما تجي اللي ياخد عرض يا عم الرزق اللي ياخد عرض ده من رزقه ب 100. قول لي رقم التليفون. رقم التليفون اللي عايزهم يا عم عبد الحاج. سلام. 010 14 88 45 22 يا عم عبد. انا جبت اخر كده يا عم عبد بنرضى الله. حاج سالم تلا بتصب عليك. تلا البروفية شرقية. الشرقية الناس دي بحالة على دماغنا من فوق يا عم عرضه. واي حد شاهدني على دماغنا دي رجالة عروض حقيقية مش وهمية. انا بديك عرض هدية من المصرفية من بص من اول الحياة. انا صلى الله صلى الله على سيدنا عبد السلام. سالم تعب من كتر الكلام. يا عم ربنا يستر علينا. ايه يا عم الناس كلها بتاع السيوط، الناس كلها عرب بطير كلها على راسي، العرب العوامره. بمرض الله الظالم ده اخونا. بمرض الله علي الطرابيش. الناس دي ناس حلوه. عليك الطرابيش واحنا علينا المفاتيح. يا معلم صحيح. تعالى يا معلم سالم. واللي ما يعرفش اسمع اسر الرجاله الله وكيل. الله يستر علينا. والله في حد نفسه استرون يشير هذا الفيديو. شاركوا بس رجاله. عشان رجل ده. يا صاحبي انت سمعت الترابيش اللي جيتو. انت منين يا معلم؟ من اسيوط. رحت عربون؟ حصل. وجيت عرضك هو يابا؟ بعد ثلاث ايام كمان. حصل يا معلم. لقيت عرضه ما حبيش يا عم عبده في الامان يا صاحبي. لا ومصداقيه وكل حاجه. ما فيش لعب. ولا في تغيير ولا في تبديل. عايز تبعت فلوسك وبهامك نفس اليوم؟ ما فيش اي مشكلة. ما فيش كلام. والله بحييك يا معلم سالم، والله بحييك على السلام المحترم. لك يا معلم سالم، على الناس الحلوه دي يا معلم سالم. المكان المنوفيه ورسها معلم سالم مالوش قريه عرب ابو ستر يا معلم. ايوه يا معلم سالم، والله بحييك حق سالم. على دماغه اي حد يعجب مسعد عبد. ايوه يا معلم سالم، اعتبر حق سالم كل حاجه حق سالم. يعني ان شاء الله فضل ربنا اي حد يخش بس على ماشي معانا على دماغنا من فوق.
الناس كلها على راسنا من فوق. اشكركم احنا متابعين في الدنيا. اشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتظرونا في عروض. حبيبي يا من الحاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. تمام يا معلم. ايه